بس حيتحول لمشروع. نظم مركز أوفياء لدعم جمعيات المجتمع المدني بالتعاون مع منظمة الحركة العالمية من أجل الديمقراطية ملتقى المواطنون المبادرون من أجل التنمية تحت عنوان المدافعة أداة فعالة للتأثير على السياسات العامة، وذلك أيام 15 و16 و17 من هذا الشهر. لقاء إقليم اليوم اللي يصير اللي يدور في قفصة حاليا هو لقاء ينظمه مركز أوفياء بالتعاون مع الحركة العالمية من أجل الديمقراطية. الحضور هو من جمعيات المناطق الغربية كل من سليانة، باجة، جندوبة، كيف، قصرين، قفصة، قبلي، سيدي بوزي وتوزر. الهدف من الملتقى هذا أول شيء أنه جمعيات المجتمع المدني تكون يعني تدخل في النشاط هذا والحراك اللي قاعد يصير في البلاد على مستوى التنمية، على مستوى الاقتصاد، يكون عندها صوت، يكون عندها صوت تأثيري على اللي قاعد يصير وعلى البرامج المتخذة المستقبلية، وفي نفس الوقت انه هو انهم هم يحدوا حاجيات المناطق نتاعهم، على خاطر كل منطقة عندها الخصوصية نتاعها وما يعرف خصوصيتها كان اولادها. اليوم الملتقى باش يبدا في اطار انه نعرفوا على مفهوم المناصرة والادفوكاسي، ومنها باش يتم وضع استراتيجية عمل أو طريقة عمل أنه كيفاش الجمعيات الموجودة اليوم معنا اللي هي في حدود 70 جمعية كيفاش باش يعملوا برامج خاصة بالمناطق نتاعهم باش يأثروا على السياسات الداخلية في المناطق نتاعهم، في نفس الوقت كيفاش ينجموا يتواصلوا مع السلطات المحلية والسلطات الجهوية في المناطق نتاعهم ولا على مستوى تونس كدولة، ويتواصلوا معهم على أنهم يطوروا برامج مع بعضهم وأنهم يقدموا أفكار مع بعضهم. من أهم أهداف هذا الملتقى نذكر الاستفادة من تجارب الدول العربية والصديقة في مجال العمل الجمعياتي لحسن استغلال الموارد البشرية والمالية والخيرات الطبيعية في المناطق الداخلية من خلال شفافية صنع القرار وتنفيذه ومحاسبة المسؤولين. اليوم بدعوة من جمعية أوفياء جاي أنا هون حقيقة أكثر حتى نشتغل على مفهوم المدافعة. ليه هيدا المفهوم؟ بكل بلد بيسموه شيء، يعني في بلبنان بيقولوا مدافعة، بمصر مناصرة، غير بلدان كسب تأييد. شو أبعاده لهذا المفهوم؟ وإذا ناويين نحن ننظم حملة مدافعة، كيف بتتنظم هذه الحملة؟ شو هي الاستراتيجية؟ وقديش أهمية التكتيك بهذه الحملات؟ ننظم هذا اللقاء حول أهمية المدافعة كآلية تستهدف التغيير داخل المجتمعات. بالطبع العرض اللي غادي نتقدم به هو عرض يتناول التجربة المغربية في مجال المدافعة، أو لا احنا نقول في المغرب الترافع. وهذا يعني العمليه ديال المدافعه او الترافع غادي نتناولها من مقاربات متعدده، مقاربه حقوقيه، مقاربه النوع الاجتماعي، الحركه المرتبطه بالحركه النسائيه، وكذلك مقاربه فئويه تهم ساكنه المحيط المنجمي. جيت باش نحضر هذا اللقاء طبعا اللي هو مع الشراكه مع مركز أوفياء والحركة العالمية للديمقراطية الموجودة الأمانة العامة ديالها في الصندوق الوطني للديمقراطية بواشنطن. وطبعا هذه فرصة كذلك باش نتلقى الجمعيات ونتلقى المجتمع المدني التونسي بكل قواه طبعا وكل الموجودة في منطقة قفصة وكذلك في منطقة أخرى. نتمنى هذا اللقاء يكون إن شاء الله لقاء مثمر إن شاء الله في يصب في المسار الديمقراطية وفي كذلك مسار التنمية الديمقراطية والمسار الديمقراطي بشكل عام. تحدث الحضور عن مدى استفادتهم من هذا الملتقى في التصريحات التالية. جاي من توزر باش نشارك أنا في الملتقى الإقليمي نتاع الجنوب الغربي، الوسط الغربي والشمال الغربي. في الملتقى ذا هو متكون من معناها الالتقاء عن عدة جمعيات اللي هما ما يعبر عن مناطق جمعيات موجودة في المناطق الداخلية. باش يعملوا تكوين اللي حاضرها عديد من المكونين والمدربين اللي هما من لبنان واللي هما كيف من المغرب ومن الصومال. السي فوزي تتمثل في ورشات عمل في معناها كيفية المدافعة، كيفية معناها تطبيق الحوكمة الرشيدة مع والتشارك ما بين المجتمع المدني والإدارة في تونس. الملاحظات اللي تقدمت وأفادونا بها أن خاصة في المجتمع العربي بصفة عامة نبحث عن الهدف دون أن نخطط للوصول إلى هذا الهدف. الفائدة اللي حصلت اليوم
وأنا شخصيا معناها أقر بالإفادة اللي حصلت لي، أن المجتمع يجب أن يمشي تحت منظومة، تحت تخطيط، حتى يصل إلى المبتغى اللي حب يوصل إليه. قدمت لنا الدكتورة لينا من لبنان حتى أمثلة من الوسط اللي نعيشوا فيه، أعطت مثال كيفاش حتى في إطار العائلة لا يكون الفرض بل الإقناع. هذه فرصة معناتها ملتقى كما معناتها هي معناتها مخصصة للفئة الغربية اللي يعيشوا معناتها في غرب تونس، أول مرة نجي قفصة ديجا يعني فرحة بينا وكذا، وهذه فرصة معناتها باش يتم التبادل الشبابي بيناتنا. حاجة أخرى اللي جينا معناتها كنا مبادرين باش يعني نساهموا بشكل صغير في تحقيق مش هدف الثورة كما يحكوا العباد ولا حاجة، المينيموم نحاولوا نساعدوا معناتها ولايتنا للنهوض بالتنمية. معناتها انا النجم مش نعمل النجم يفيد غيري ونجم نوصل المعلومه لغيري، بتبيع معناتها هذه فرصه معناتها باش ناخذ فكره شامله على اللي صاير في البلاد وكيفاش يعني باش تحاول تعطي المشكل وباش تلقى حله. سلطة الإشراف الجهوية بقفصة حضرت هذا الملتقى وتحدثت عن ضرورة تشجيع ودعم العمل الجمعياتي. ولي قفصة يتحدث. العمل الجمعياتي هو عمل أساسي ما بعد الثورة، كنا في الماضي نشتاق إلى كلمة حرة، إلى فضاء حر، الآن الحمد لله أطلقت طاقات، طاقات كل الشباب، ووجودي هو دعم لهذا العمل، لهذا التوجه، لتشجيع الشباب في أعمالهم وللاستفادة منهم والاستفادة من طاقاتهم. احنا حريصين كل الحرص على التفاعل الإيجابي مع جميع الجمعيات في الجهة. يحاول مركز أوفياء تعزيز وتفعيل دور جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق ما يسمى بالحوكمة المحلية والتنمية التشاركية في المناطق الداخلية لمحاربة الفقر والخصاصة والبطالة وتقديم خدمات راقية للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية. الهدف ناخذ التكتيك التقنية كيف نعملها؟